سيدة كرارة محمد أمير صباح داخل منطقة أمير محاولة توغل يتعرض إلى إعاقة والحكم يشير إلى استمرارية اللعب. إعاقة كانت داخل منطقة الجزاء وإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة، خلينا نشوفها بالإعادة. أمير صباح محاولة توغل وإعاقة على كل الحالات كما ذكرنا لكم أعزائي المشاهدين، كل الحالات متروكة إلى برنامج فار. إعاقة كانت داخل منطقة جزاء فريق نادي الزوراء، جميع الحالات متروكة لبرنامج فار الذي يعرض من على شاشة